كابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب فوز النادي الاهلي على فريق وادي دجله بهدفين مقابل لا شيء. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من المدربين الكبار اللي ظهروا في الدوري المصري، بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجله اللي لعب مباراه كبيره النهارده. مستر فاسيليو، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره النهارده وانت بتلاعب الفريق المتصدر على الرغم من الغيابات الكتير اللي عندك، لكن انت النهارده لعبت مباراه كبيره امام النادي الاهلي. You're playing against the top team in the league, and also you have suspension, three players suspended, and still you played a big game against Ahli. Thank you for the congratulations. I think we dominated the game against such a big club like Al Ahli, and I think that we deserve more than what we got in the end. شكرا على كلامك الاول. تاني حاجه، احنا سيطرنا الماتش في معظم الاوقات وضد فرقه كبيره زي النادي الاهلي، وانا متهيألي ان احنا نستاهل اكتر من اللي حصل. يعني النقط في الاخر او الماتش خلص على ايه، هو شايف ان هو احنا نستاهل اكتر من كده. I think we were very organized in the game. We stopped Al Ahli from being dangerous, but on the other hand we played our football the way we train and with the way we play. في الاخر احنا كنا فرقه منظمه جدا، وشايف ان احنا كنا اخطر كمان في المباراه من الاهلي، بس احنا في الاخر لعبنا ولعبنا طريقه كورتنا اللي احنا بنتمرن عليها وبالطريقه اللي احنا عايزينها. My players show amazing mentality even after the 1-0, and I think we had a clear goal and it was disallowed. I don't know why. We see it also now, there is nothing there. So the game could be termed differently if we could have the clear goal we scored. لعبتي لعبت مباراه عقليه كبيره جدا، حتى واحنا متاخرين في النتيجه من النادي الاهلي لعبوا وكملوا وقتلوا وسجلنا جون. انا شايف ان هو جون، او هو شايف ان هو جون صحيح، والماتش نتيجته كانت هتتقلب لو حصل، وان الجون اللي هو المفروض صحيح كان اتحسب وما كانش اتلغى. اسال مستر فاسيليو على دي اول هزيمه لمستر فاسيليو مع تولي قياده فريق وادي دجله. نقدر نقول هو اضاف الكثير لفريق وادي دجله، صعد بيهم من المركز ال 17 لمركز التاسع، والنهارده شفناها في حاجه جديده شويه للتركيز على الكرات الثابته، كانت من الامور المهمه لفريق وادي دجله النهارده. First loss with وادي دجله coach. You improved the team a lot. You came from 17th position. You went to 9th position. But also today one of the things that you concentrated in was the set pieces. You tried to do some tricks and something in the set pieces, and this we are not used to see. Yeah, we are trying to improve in every situation and in every moment of the game. Set pieces are one important thing in football, and you can win games when you concentrate. And of course, we tried something in the training that went very well. And it's a shame that we didn't score the goal in the end. كور السبتة لحظة من لحظات المباراة أو مواقف المباراة المهمة جدا، لازم تركز فيها. في ماتشات بتتحدد بكور السبتة، احنا اشتغلنا عليها في التمرين وحاولنا ننفذها في المباراة وده اللي حصل. ومن المؤسف ان الجون ما اتحسبش او ما سجلناش من الكورة السبتة، او الجون ما اتحسبش زي ما انتم شفتوا. يعني عايز اختم مع مستر بابا فاسيليو على انطباعه عن الدوري المصري، وهل شايف ان خلاص بنسبه كبيره النادي الاهلي بيحسم بطوله الدوري هذا الموسم؟ Your impression about the league, Egyptian league, and you think what you think Al Ahli club has already won the championship? وده كان تصريح ليه مسبقا قبل مع تولي القياده. You said it before about the championship. First of all, it's a very interesting league with many good teams and very good players. دوري ممتع جدا بفرق كلها كويسه وعندها لعيبه كمان كويسه جدا. I think the championship is end because the difference is very big to cover in 11 games. الدوري حسم خلاص لانه ناقص 10 مباريات تقريبا، وال10 مباريات صعب قوي الفرق ده يتجاب فيهم يعني، فالدوري حسم بالنسبه للنادي الاهلي. بشكرك مستر بابا فاسيليو وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. Good luck in the next games. Thank you very much. كابتن أيمن، ده كان لقاءنا مع بابا فاسيليو المدير الفني لفريق